السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة أسرار العالم الروحاني. كيف حالكم يا أحبابي في الله؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة جميعا. توقعات برج الحوت، نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم الكاشف. أتمنى من أخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة فلاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. توقعات برج الحوت، هذا قراءة لبرج الحوت، رجل الحوت وأنثى الحوت. بسم الله الرحمن الرحيم الكاشف، بفضل الله أرى في رزق قادم ليك بفضل الله تعالى وتغير في نظام حياتك. أرى قرارات مؤجلها، في قرارات مؤجلها هتكون في صالحك. في اكتشاف كذبة قديمة، أرى في اكتشاف كذبة قديمة، أرى مستمرة تعامل، أرى بحكمة، أرى في نجاح وشراكة، ربما عمل أو بناء أسرة. أرى هنا للبعض منكم انتقال أو شراء مسكن جديد أو مسكن جديد. واضح هنا الدنيا كانت مقفلة عليك، أرى كانت الدنيا مقفلة عليك وقد حان موعد الانطلاق. أبشر بفضل الله تعالى. هنا في شخص من دمك راح يساعدك، أرى في شخص من دمك راح يساعدك بفضل الله. بسم الله الكاشف، أرى طريق سفر قريب منك، في طريق سفر قريب منك خلال أيام، وفي رفقة أهل أو معارف مو موافقينش، يعني مش موافقين. أرى هنا في ترتيب بترتبوا للسفر بفضل الله، في منكم بيرتب هذا السفر وعارف انه مسافر والباقي سفر غير متوقع. اختفاء شخص غالي عليك، في اختفاء شخص غالي عليك وده مأثر على نفسيتك وتشعر بالحزن لعدم وجوده. أراك بتشعر للحزن لعدم وجود هذا الشخص. بسم الله الرحمن الرحيم الكاشف، أرى هنا نزاهة وتسوق وبداية تنظيم حياتك مرة ثانية بعد تكاسل الفترة السابقة، بعد تكاسل الفترة السابقة. أرى هنا تكرر اسم قدامك كتير، في اسم قدامك بيتكرر كتير أنت جهلته أو بعدت عنه، في اسم بيتكرر قدامك كتير أنت جهلته أو بعدت عنه، لكن من جواك أنت بتحبه ومتعلق به وهو بيفكر فيك، وفيه رجوع الفترة دي بينكم إن شاء الله. إن شاء الله أبشر بالخير. حافظ على رزقك، حافظ على رزقك الفترة دي، لأنك هتكون من أصحاب إن شاء الله أملاك قريبة جدا، وسترى يخص المال والصحة إن شاء الله. أبشر بالخير، أبشر بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم الكاشف، بسم الله. أتمنى من أخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك فضلا وليس أمرا. أرى هنا بسم الله، أراك محتاج تتصدق بالقليل وإطعام مساكين، لأن رزقك الأيام اللي فاتت دي كان قليل ومفيش بركة. بسم الله الرحمن الرحيم، بعد هذا الفترة التي عانيت بها إن شاء الله أرى في فتحة وتغير جذري وقرارات مهمة، مفاجآت لست في الحسبان وضربة حظ إن شاء الله في المال، في لقاء بشريك عاطفي، أرى في لقاء في شريك عاطفي، في حب، وللبعض منصب أو سفر، للبعض منصب أو سفر. بسم الله الكاشف، أبشر بفضل الله تعالى في فرحة ونجاح وأخبار سعيدة. هتصلك في مكالمة هاتف أو أحد هيتصل بيك هيسعدك بهذا الأخبار. في امتلاك شيء جديد أو توثيق عقود، وبداية هتعلي شأنك إن شاء الله، بداية هتعلي شأنك بقدرة الله تعالى. أرى هنا بفضل الله تعالى حبيب عايز يردع لك، في حبيب عايز يردع لك وعايز يصالحك، في حبيب عايز يردع لك وعايز يصالحك،
وخروج طرف ثالث. بسم الله الرحمن الرحيم الكاشف. أرى هنا البعض بتطلب بكل مستحقاتك القديمة، انتصارات قانونية في المحاكم وتحقق أمنيات، منكم منتظر في حكم أو منتظر محكمة أو جالس في المحكمة ومنتظر حكم لأحد قريبك أو يخصك من دمك أو عليك حكم إن شاء الله في فرادات بفضل الله تعالى. هنا في نجاح مهني وأموال، رح تنسيك شريك من قبل نرجسي، شريك تعبك رح تنسيك وخروجك من علاقة سامة لأنك تعبت من هذا العلاقة، ففي منكم خروج من هذا العلاقة. للبعض هنا عرض ارتباط، أرى في عرض ارتباط أو زواج، عرض ارتباط أو زواج من شخص قريب منك، هذا الشخص في منكم ما بينك وما بينه تواصل، مكالمة هاتفية، أو أنت بتشعر أن هذا الشخص بيراقبك أو بيبصل لك بصات غريبة، في تواصل هذا إن شاء الله عن قريب. بسم الله. في ناس هنا دخلت حياتكم، أثرت عليكم بالتعب وبالإرهاق، وهذا ناس حسودة دخلت عليكم، أثرت عليكم بالتعب وبالكلام، هذا ناس حسودة. أرى هنا بسم الله الكاشف للعزاب في رجوع علاقة أو ارتباط من شخص من الأقارب، وللبعض ماضي هيتقفل، في ماضي هيتقفل وأنت صاحب القرار، أراك أنت صاحب القرار، علاقة هتنقفل وماضي هينقفل وأنت صاحب القرار. في ناس قطعوك ورجعين لك تاني وعندك يد مساعدة أو سداد ديون، أو سداد ديون. أشوف عند البعض هنا عندك عند البعض في فرحة ببيتك بإذن الله تعالى. أراك هنا قلقان، قلقان على شخص مريض من عائلتك، عندك حسد من المقربين مأثر على حياتك كلها، رزقك متعطل، عندك نفور بينك وما بين الشريك وتفكير بالانفصال، مو طايق اي شيء. حصن نفسك، حصن نفسك جيد، حصن نفسك جيد. ارى هنا البعض برضو كذلك الامر عندكم طاقة او عندكم وسواس قهري، عندك وسواس قهري مؤثر جدا عليك، ما مستمتع بالحياة ودايما بالافكار السيئة هي اللي مسيطر عليك، عليك وعلى الاستغفار. يوجد هنا امرأة خلي بالك منها وكن حذر منها، وكن حذر منها، لسه الامرأة موجودة. أراك هنا مصدوم من شخص بيتكلم عنك، ما كنت متوقع ان هذا الشخص يأتي يوم ويتكلم عليك، ما كنتش متوقع ان هذا الشخص يأتي يوم من الايام ويتكلم عليك، فأراك مصدوم ان هذا الشخص بيتكلم عليك. بسم الله الكاشف. في صلح ما بينك وما بين شريك، في صلح أراكم، في صلح وما بينكم وما بين شريك. هنا للمنفصلين واللي بيفكر بالانفصال، ما تخص قرار دلوقتي، ما تخص قرار بالانفصال، اصبر إن الله مع الصابرين، ما تاخدش قرار بالانفصال. أرى فيه لأن في رجوع، في خروج طرف ثالث، لان هو الطرف الثالث اللي مسبب ليكم وها بتفكروا في الانفصال، فهو بيكون سبب طرف ثالث، فما تفكرش بالانفصال دلوقتي وخذ قرار احسن. اطمئن، اطمئن، ربنا هيعوضك الخير من وسط الازمات، حتى لو انت مش شايف الخير ده، ربنا هيعوضك وهيعطيك الخير من وسط كل الازمات. قول يا رب صدقني هتلاقي الحلو طلع لك فجأة من حيث لا تدري، هتلاقي الحلو طلع لك فجأة من حيث لا تدري. ادعي الله وتوكل على الله وإن الله معك، لا تقلق، لا تقلق. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد، لأنك هتنصدم بالفرحة، هتنصدم بالفرحة والمفاجآت، بالفرحة والمفاجآت بفضل الله تعالى.
أكثر من الاستغفار والصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ورح تفتح لكم الأبواب المغلقة بفضل الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، وسيب لكم في صندوق الوصف علاج الحسد كي تخلصوا من هذا العين المسيطرة عليكم وتعباكم. وداخل القناة من قبل، نزل داخل القناة من قبل جميع العلاجات، علاج الحسد وعلاج السحر وعلاج المس وسر القرآن الكريم كلها من قبل. هذا توقعات برد الحوت لرجل الحوت وأنثى الحوت. أتمنى من أخواتنا في الله كانوا لم يشتركوا في القناة فليشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من أسرار العالم الروحاني. وأسيب لكم برضو في صندوق الوصف علاج الحسد، والسلام عليكم ورحمة الله.